بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة، يعني آداب الدخول إلى دورات المياه للحمامات. نعم. 凭博子恒斯的阿拉之尊名，愿阿拉赐福安以最尊贵的先知和使者穆罕默德及家眷与追随者。我们今天又学习关于进入厕所的一些礼节。نعم. أولا يعني هذه الأماكن هي أماكن للشياطين، فما يطيل الإنسان البقاء فيها. 从根本上讲，这样的地方啊，厕所这样的地方是恶魔喜欢的地方。نعم. قبل أن يدخل يقول، 在我们进入厕所之前应当说 اللهم إني أعوذ بك، يقول أولا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني يقول هذا الدعاء. 我们进厕所之前应该念بسم الله، 凭安拉之尊名，然后祈求安拉保护我们免遭男恶魔女恶魔的侵害。يشمل كل خبيث سواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين. 这种所谓的男恶魔女恶魔包含了所有对人有伤害的事物。ويقدم الرجل اليسرى في الدخول. 然后我们以左脚先进厕所。عكس المسجد والمنزل، لأن المسجد يدخل باليمين وكذلك المنزل يدخل باليمين. 这和我们进入清真寺和自己的房间相反，我们进入清真寺和自己的房间都是右脚先进入。وإذا خرج قدم الرجل اليمنى وقال غفرانك. 我们在出厕所的时候要右脚先出，并且念غفرانك，也就是向安拉求恕饶。يجب عليه أن يستتر من أعين الناس. يعني يجب عليه ألا يكشف العورة أمام الناس. 不应当在出厕所的时候要注意不要露出羞体。نعم. فإذا دخل هنا يغلق الباب أو يجعل شيء يستر من أعين الناس سواء كان جدار أو شجرة أو سيارة. 要在进入厕所之后应当关上门，应当这个保持保护自己的隐私羞体。وإن لم يجد شيئا أبعد كان يكون في الفضاء لا يوجد أي شيء يستر من أعين الناس يبتعد. 如果在没有厕所的情况，应该到偏僻的地方，没有人看到的地方，以免让别人看到。لا يستقبل القبلة ولا يستدبر حال قضاء الحاجة. 在大小便的时候，不要面对朝向的地方。就是礼拜朝向的地方，也不要背对礼拜朝向的地方。ينقطع عن ذكر الله، يعني لا يتكلم بالقرآن بالسنة بأشياء فيها اسم الله سبحانه وتعالى. 在大小便的时候要停止纪念安拉的言辞，包括什么古兰经了，包括念古兰经说一些纪念安拉的言辞等等。نعم، حتى كلام البشر يعني لا يتكلم بالكلام العادي إلا لحاجة، كان ينقطع الماء مثلاً يطلب الإنسان أن يحضر له الماء فقط. 以至于我们平常说的平常的说话，在大小便的时候都不要说，只除是在有特殊需求的时候，比如让别人拿来水等等特殊的需要。ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كان يدخل إلى الحمام بالمصحف أو بكتب العلم. 在进入厕所的时候也不要带上像古兰经教法的书籍等等这样的东西。إلا عند الضرورة القصوى. 只除是在特殊的情况。كان يخاف مثلا أنه يسرق أو يتعدى على المصحف بالتمزيق تقطيع مثلا. 比如你害怕放在外面丢失，或者是这个遭到破坏等等这种特殊的情况下才可以。
كذلك لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس حتى ولو كانوا كفارا. 再有要注意，不应该在这个大伙儿在伤害容易伤害如果你在那里头大小便能够伤害到别人对别人有所伤害，不要在那样的地方大小便。أماكن جلوس الناس، 比如大家休息的地方。تحت الأشجار المثمرة ذات الثمار أو الظلال التي يعني يستظل الناس بها. 比如在树荫下，人们有可能在那里乘凉休息，不应该在那里大小便。ولا يبول كذلك في الماء الراكد الدائم يعني كان يبول مثلا في بركة. 也不要在这个水塘当中小便。نعم. إذا كذلك يختار مكان لبوله يعني يختار مكان إخوة لبوله يعني الآن إذا يبول في الحمامات لا أشكال لكن يبول في الخارج لا يبول في مكان صلب يبول في مكان رخو يعني تراب رمل يبول حتى لا يرتد الرشاش عليه. نعم. 在没有在找不见厕所的情况下，如果在外面偏僻的地方小便的时候。要在能够渗入这个液体的地方小便，不要在这个光滑的石头上等等。وإن لم يجد مكان رخو لم يجد إلا مكان صلب يدنو من الأرض يقرب من الأرض. 要在这个接近要在能够渗入小便的地方小便。يحرم عليها أن يبول قائما. 也尽量不要不要站着小便。إلا بشرطين يصح أن يبول قائما بشرطين. 在那个如果有必要站着小便的时候，要符合两个条件。عدم انكشاف العورة. 不要对别人裸露出羞体。وعدم ارتداد الرشاش عليه. 也不要把这个小便沾到自己的身上，要注意。فإن بال قائما دون أن تنكشف العورة ولم يرتد الرشاش عليه يصح يجوز وإلا فهو محرم.所以在站着小便的时候必须要注意这两点。فإذا انتهى من قضاء الحاجة سواء كان من البول أو من الغائط ماذا يصنع؟ 在我们大小便之后我们应该怎么做呢？ لابد أن يقطع هذا الخارج بماذا؟ باستعمال الماء أو استعمال الحجارة وما يقوم مقام الحجارة كالمناديل. 我们必须要洗净必须要洗清洁大小便的地方要用水清洁，或者用以前有用洁净的石头，现在我们可以用清洁的纸巾来擦净。استعمال الماء واضح لا اشكال فيه. 用水洗净非常清楚，我们大家都非常经常用，都非常明白。اما استعمال الحجارة او المناديل او الخرق. نعم. 当我们用这个石头用纸巾或者用一些布那个来清洁的时候。يشترط فيها أن تكون طاهرة لا نجسة. 这是需要有条件的，那就是我们使用的这些东西必须要本身是非常干净的。لأن لو كانت نجسة ما استفاد شيء. 如果它本身用的这些石头纸巾它本身是肮脏的，那么它不能使我们得到清洁。غير محترمة يعني لا يصح أن يستعمل مثلا الأوراق المصحف أوراق الكتب الحديث الأوراق التي يكتب فيها اسم الله سبحانه وتعالى كالجرائد العربية لأن الجرائد العربية لابد أن تكون في الجريدة اسم الله يقول عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز مثلا. 我们要注意我们在用纸巾这个清洁的时候，或者有一些人用一般的纸来清洁的时候，这纸上不要写着我们所尊重的一些言辞，比如经文以至于一些报纸上都有一些这个安拉的尊名，我们都要引起注意，不要用这样的纸张。ولا تكون من الطعام يعني مثلا طعام الجن او طعام الانس او طعام دواب الانس او طعام للجن او طعام لدواب الجن يعني مثاله الخبز مثلا البرسيم. نعم. 也不要用可以吃掉可以吃的一些东西当然就给大家举例，也比如一些这个
大饼干的大饼啊，那我们不能用这种东西来清洁大小便。وكذلك ألا تكون يعني فيها ضرر على جسد الإنسان. 同样还要注意啊，不要使用对身体有所伤害的东西清洁大小便。نعم ولا بد أن تكون المساحات ثلاث مساحات أقل شيء. 我们在清洁大小便的时候，应该最少要清洁三次。最少清洁三次。يعني لا يصح أن يستخدم الحجر أو المنديل من جهة واحدة فقط. نعم. 我们这个用石头或者是用纸巾的时候，要用三块或者三张。نعم. يعني هذا حجر نعتبره لا يصح أن يمسح من هذه الجهة إلا مرة واحدة. فإذا كان يستعمل حجارة استعمل ثلاثة أحجار مناديل ثلاثة مناديل.إلا إذا كان المنديل كبير الحجر كبير يمسح من الجهة هنا ثم هنا ثم هنا مثلا لا يمسح من جهة واحد لأن المسحة الأولى كانت من شيء طاهر مسحة الثانية من شيء نجس لا يصح هذا نعم 如果你用的石头非常大或者我们说用的纸巾非常大的时候我们擦拭的时候可以用这个纸巾的三个不同的地方擦三次也是可以的但是不能在已经用过的脏的地方再重复的擦那是不允许的。فإن حصل النقاء بثلاث مسحات الحمد لله. 如果擦拭了三次那么干赞了。كيف نعرف حصل النقاء وكيف نعرف انقطاع النجاسة? 我们怎么来知道已经擦拭干净了呢? يرجع الحجر أو المنديل جافا. إذا رجع جافا ليس فيه أثر لا بول ولا غائط هذا معناه أنه انقطع الخارج.当我们看到擦拭的石头或者纸巾上没有肮脏的东西了在擦完之后那么就证明你的大小便干净了。إذا لا يجزي أقل من ثلاثة مساحات ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل. 大家要注意的情况是不要少于三次。حصل النقاء حصل الطهارة الحمد لله وإلا يزيد.الرابع الخامس السادس إلى أن يرجع الحجر أو المنديل جافا. 还要注意一点，就是擦拭三次，如果洁净了，你看到擦完没有肮脏的物体在上面了，那么就可以了。如果还不干净，那么要继续第三次、第四次、第五次，直到擦拭干净为止。نعم. فإن انقطع الخارج مثلا بعدد زوجي.يستحب له أن يزيد واحدة حتى يقطع على عدد فردي. 如果你擦拭干净的时候，擦拭的次数总体是双数的，那么可加的是你再擦拭一次，也就是我们总体的擦拭的次数最好是单数。نعم. عندنا إشكال الآن في بعض الأجهزة الجوال.البعض يضع فيها يعني تكون يعني نغمة الاتصال أو منبه للاتصال الذي يأتيه أذان أو قراءة قرآن فهذا يعني فيه إشكال لأنه قد يدق الجوال وهو داخل دورة المياه فلا يجعل يعني القرآن أو الأحاديث يعني نغمات منبهة نعم 有时候我们的手机在来电的时候会出现我们会设置有些人会设置一些古兰经啊以及纪念阿拉的言辞这一点要注意我们在进厕所的时候如果突然来电了念出来那是不好的 كذلك لا يوجد في الشريعة يعني ما يصنع بعض الناس من الضغط على الذكر نعم هذا من التنطع نعم بل قد يسبب أمراض所以说我们要注意手机这个上的这些情况我们在进入大小便的地方应该把它关闭手机等等 وكذلك يترك الوسواس لأنه أكثر ما يكون من الوساوس في الطهارة ليس معنى هذا ألا يعني يصنع ما طلب منه من الطهارة هو مؤتمن الله سبحانه وتعالى مؤتمن على الطهارة لكن لا يتنطع وسوس نعم还要注意我要注意一点就是我们在大小便的时候要警惕不要受到恶魔的教唆要引起警惕عندنا مسألة بعض كثير من الناس يعني يسأل عنها
还有一些问题是许多人提问提到的。يقول أن لديه سلس بول، يعني البول دائما لا ينقطع ينزل عليه دائما مريض يعني. 有一些人说自己的小便老是就是我们说拉了尿，有些人说就是老是控制不住，老是流出来一点，流出来一点，这是一种病症。وهذا يعني في الغالب أكثر من يسأل ليس به مرض ليس به شيء. نعم.有很多人他的病症并不是非常严重但是有时候他出现这种现象。يقول مثلا يعني ينزل منه بعد الفراغ والخروج يعني من دورة المياه يقول قطرة بول نقطة واحدة. 也有一些人他们在这个小便之后擦拭干净再出来以后过一会儿又出来一滴小便。هذا ليس بمرض ليس بسلس بول.这种情况并不是他有什么病症，也并不是说他那有拉了尿的那种那个病。هذا النقطة أثر غسل الطهارة بالماء. 这种这一流出来的这一滴这是什么？你洗小便的留下的遗迹。وإن كانت نجاسة حقا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يعفى عن يسير قليل النجاسات لا إشكال فيه. 即使是那个流出来的那一滴是你的小便的话，那么也是被恕了。这个学者讲也是被恕了的，这一丁点لأن بعض الناس يعني يبقى في دورة المياه ينتظر هذه النقطة تنزل ربع ساعة أحيانا.有些人为了等待这一滴小便流干净，害怕流到身上，在这个小便之后在那儿又等一刻钟才提上裤子，这没有必要。بعضهم يقفز حتى في دورة المياه أو يجل يمشي أو يتنحنح. نعم. 还有有一些人在这个小便之后停留很长时间溜达溜达فهذه الأشياء يعني يبتعد عنها المسلم.这些都是作为穆斯林说来说都是没有必要的。أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم. 感赞天上众世界的安拉，愿安拉慈爱。感赞天上众世界的安拉。愿安拉赐福安于我们的先知和使者穆罕默德（算拉拉华莱文算拉）。阿里斯瓦特斯，萨克马哈。